حكايتنا اليوم باش تمس الناس الكل، للأم للباب للخول الصغير اللي تبيع الحصير، الحكاية باش تولي غناية. للعيلة وناسي وجيراني سيدي ولمي ما تجمعنا خوتي واخواتي وخلاني ياريت الوقت رجعنا للعيلة وناسي وجيراني سيدي ولمي ما تجمعنا خوتي واخواتي وخلاني واش خص لو كان الود ودي وفي بيت جدي ولمة العيلة وخاطر مهدي والحوش عربي هزي وردي يوم الحمامة وافرح وعيال وجو هاني واش خصني كان كن في عيني كنا لبعدنا ولكبرنا ونرجع لأصلي ويناديني مهما سافرنا وهجرنا يبقى وكري ساكن في عيني كنا لبعدنا لكبرنا ونرجع لأصلي ويناديني واش خصني وكان ترجع لما الخالة والعمة وفرح عالقلب تشتي الغمة واخوال وعمام وضيف دمة والوقت هاني المرجوع لنا والرزق فاني فاني هاي واش خصني كان العيلة وحدها مهما تغربت مهما درت يبقى وكرك هو وكرك.